نروح برضو كره السله رجال، بطوله كاس مصر تم يعني عملها او تم اجراءها في ديسور من الاتحاد المصري لكره السله، تم طبعا اتعملت في امبارح القرعه في مقر الاتحاد، ومواجهه محتمله الاهلي والزمالك في قبل النهائي. طيب احنا عندنا مين؟ عندنا في دور ال 16 هنلاعب الترام، الناحيه الثانيه هيكون في الورد والجياد، جزيره الورد والجياد، هذه القرعه هنلاعب الفائز من جزيره الورد واصحاب الجياد، فزنا نطلع نقابل الزمالك غالبا، لان الزمالك عنده الناحيه الثانيه برضو مباريات، غالبا هنقابل الزمالك في قبل النهائي. طيب من غير ما اعرف الناحيه الثانيه اكيد الجزيره هيقابل الاتحاد، هيقابل الاتحاد في قبل النهائي الناحيه الثانيه، فاذا احنا في سكتنا، وكاس طول عمره كده، طول عمره كده، الا اذا حصل مفاجاه في التصفيات، سموحه ضربت فرقه، يعني المصريه اتصالات ضربت فرقه، بيبقى بس غالبا الاربعه دول بيبقوا هم طرفه قبل النهائي.